مرحبا، اليوم حيكون تيتوريال نمبر 5 لنا بالسيريز تبعت الاردوينو. اليوم حنتعلم كيف نتعامل مع الالتراسونيك سنسر. الالتراسونيك سنسر يلي من خلاله بنقدر نحدد الديستنس بين الالتراسونيك سنسر والاوبجكت يلي قدامه. من بعدها حنقدر نحكي بين الالتراسونيك سنسر مع السيريال مونيتور ونعرض الفاليو تبع الديستنس على السيريال مونيتور او على الفيرتشوال تيرمينال موجوده بالبروتيوس. تاني فيز هنعرض هيدا الفاليو على ال سي دي اللي هي 16x2، هنحكي عنها بالتفصيل بعدين، موجوده بالبروتيوس. وكهاردوير حنتعلم شيء جديد، حنتعلم الاي تو سي انتر انتجريتد سيركت تبعت ال سي دي يلي حتحول ال سي دي اللي نحن بنعرفها اللي هي 16 بن ل 4 بن ونقدر نشغلها بالكود تاعنا وكمان بالهاردوير. لهيك خلينا نبلش. مثل ما احنا شايفين قدامنا الالتراسونيك سنسر عندها 4 بن، عندها في سي سي، عندها تريجر، عندها ايكو وعندها جراوند. الفي سي سي والجراوند يعني هي البلس 5 فولت والزيرو فولت اللي نحن بنعطيها اياهم اجمالا لاي سنسر او لاي كومبوننت بدي شغله انا مع الاردوين. من بعدها عندنا 2 بن اللي هن مسؤولين عن بعث هيدي السيجنال اللي هي عباره عن موجه صوتيه واستقبال هيدي السيجنال. لا اقدر احسب الوقت يلي اكلته السيجنال لتروح من الالتراسونيك لاند اوبجكت تضرب بها الاوبجكت وترجع. يعني عندي تريجر بن يلي هو السندر يلي عم يبعث الموجه الصوتيه، وعندي الايكو يلي هو الدين اللي ناطره عم تسمع امتى رجعت هاي الموجه، ومن بعدها نحسب الوقت من خلالها. لهيك مثل ما انا ملاحظين بالصوره تحت، عندي السندر عم يبعث الموجة حتضرب بالأوبجكت وترجع، والريسيفر تاعي حيتلقاها يعرف انها رجعت ويحسب المسافة من خلالها. كيف هيدا الشي حنشوفه بالأردوينو IDE. اذا منروح على الأردوينو IDE، خليني اول شي عرف البنات الاثنين يلي معي هون اللي هن تريجر وإيكو. هاخلق int trig او trigger equal 13 و int echo equal 12. خلقت انا 2 بن اللي هن التريجر والايكو، حطيتهم على البن 13 وبن 12 لانه هن ديجيتال. بالنهايه انا حاخلق بالس، حنشوف شكلها بعدين بالبروتيوس على الاوسيوسكوب. عم بخلق بالس، هيدي البالس عندها 1 يا عندها 0 مثل ما قلنا حنشوف شكلها، بما انه عندها 2 ستيت يعني ديجيتال. طب ليش 13 و 12؟ لا، فيك تحط اللي بدك اياه، من 0 ل 13 انت حر تحط اللي بدك اياه، بس نحن هلا اخترنا 13 و 12، اوكي؟ طيب، من بعدها حنخلق فاريبل جديد، هيدا الفاريبل نوعه فلوت، حاخلق فلوت لفاريبل اسمه تايم. هيدا التايم شغلته يحسب الوقت لما راحت السيجنال لأما رجعت. وعندي فاريبل تاني كمان فلوت هو الديستنس. هيدا الفاريبل اللي أنا بدي أعرضه إن كان على السيريال مونيتور أو على الفيرتشوال تيرمينال أو حتى على ال سي دي. لانه بالنهايه الديستنس اللي عم تنقص بين الالتراسونيك والاوبجكت بدي اعرضها قدامي. بدل عنا فاريبل اللي هو انت انتيجر هو الفيلوسيتي سبيد للساوند فيلوسيتي، وهيدا الفاريبل انا بعرف قيمته، سرعه الصوت بالهواء بشكل عام هي 343 متر بير سكند، اوكي متر بير سكند. بنتاكد من اليونت لانه بعدين حول لنوصل لليونت المتر بير سكند. فالجواب هو 343، تمام؟ حطيت 2 سلاش لانه هيدي كومنت منو كود، فيني اكتب هون اللغه اللي بدي اياها، ما حيفهم الاي دي اي، لانه هيدي بس لالي لتفهمني انا شو كتبت هون، اوكي؟ هون كتبت سبيد اوف ساوند، تمام؟ واليونت متر بير سكند. طيب، من بعدها بدي فوت على الفويد سيت اب. بالفويد سيت اب اتفقنا انه هيدا الكود بيعمل ران مره واحده، ما بينعاد مره واحده، من خلاله انا بحدد سرعه التواصل، بحدد هيدا البن هو انبوت او اوتبوت، يعني المجال اللي بستعمله مره واحده بحدده مره واحده. طيب التريجر، التريجر قلنا هو السندر، هو اللي بيبعت الموجه، بما انه بيبعت يعني المايكرو كنترول الاردوين وعم يبعت، بما انه عم يبعت شيء هاي او لو يعني هو اوتبوت. لهيك البن مود تاع
تبع البن 13 اللي هو التريجر بيكون output, والoutput كلها capital. بيرجع عنا البن مود, بن مود تبع البن echo, ان الايكو هو الريسيفر, هو اللي عم يتلقى, هو اللي عم يسمع امتى اجت الموجة, هو اللي عم يشوف الهاي امتى اجت ليقول ها هذا الوقت لراحت واجت. ايكو عم يتلقى يعني input. على الاساس منحدد الاوتبوت والانبوت, مين عم يبعث ومين عم يستقبل. من بعدها نحن اتفقنا انه سيريال مونيتور بدي احكي معه وبدي احكي مع الفيرتشوال تيرمينال, لهيك بدي حدد سرعه التواصل بين اردوينو مايكرو كنترولر والسيريال مونيتور يلي معي او الفيرتشوال تيرمينال اللي معي. لازم يكون في سرعه او لغه مشتركه يفهموها. فاول فانكشن تخطر على بالي مجرد ما اقول سيريال مونيتور هي سيريال dot begin, لحدد السرعة اللي أنا بدي أحكي فيها. الالتراسونيك سنسر ما عندها سرعة معينة يعني مشان اتواصل بيناتهم, لهيك نستخدم ستاندرد اللي كنا بنعرفها 9600 كابودريت. اوكي طيب, هيك كون أنا خلقت سيت اب تاعي من الانبوت من الاوتبوت شو سرعة التواصل, وخلقت أول شيء الفاريبل اللي عم يتعاملوا معي. هلا بدي اخلق البلس يلي عم تنبعت, السندر عم يبعت موجة, كيف شكلها هالموجة؟ هذا اللي حنخلقه هلا. لهيك خلينا نبلش نخلق هالموجة. بما انه واصلين على البن ديجيتال اللي هن 13 و 12, او هلا نحن عم نبعت الموجة اللي عم تنبعت السندر يعني على البن 13 التريك بن, لهيك حكتب ديجيتال رايت. ديجيتال رايت لانه انا عم بشتغل على البن ديجيتال, وقلنا البلس عندها 2 ستيت يا هاي يلو. اول خطوة بدي ابعت هاي وتروح ترجع تجي واستقبلها, يعني تروح الهاي يعني 1 و 0, تروح ال 1 تضرب ترجع واستقبلها. بدل شفناه على الرسمة تبعت الالتراسونيك سنسر, موجة عم تروح هتضرب بالأوبجكت ترجع تجي, كيف شكلها الموجة؟ اتفقنا هي بلس. هلا بعدين حنشوفها على الاوسيوسكوب. ديجيتال رايت لانه موصول على البن ديجيتال. طيب اي بن تريك هو اللي عم يبعت. طب شو بيبعت؟ انه بيبعت هاي. بس اول شغلة انا لازم اتأكد انه منو مبعوت قبل هاي, لازم اتأكد انه هالبن ما كان بعت اي سيجنال, لهيك هابعت هيدا البن لو, هاكتب لو لأتأكد مليون بالمية انه ما في سيجنال كانت مبعوتة. من بعد ما اكتب لو يمكن انا اذا كتبت هاي ما لحق يقرأ اللو دغري يقرأ الهاي بسرعة, لهيك هانطر ديلي delay مايكرو سكند, والديلي فيني اعمل البدية اجمالا مثلا 200 مايكرو سكند او 2000 مايكرو سكند. كنا قبل نستخدم كلمة delay وكانت القيمة اللي منحطها بقلب الديلي تكون بالملي سكند, اما هلأ استخدمت فانكشن جديدة اسمها delay مايكرو سكند, فالقيمة اللي عم حطها هي 200 مايكرو سكند. كيف فيني اكتبها delay 0.2, فهي يعني كأنها 200 مايكرو سكند بس مشان نتعلم الفانكشن الجديدة. تمام؟ طيب هلا انا بعتت لو, هلا خليني ابعت الهاي البلس الجديد اللي انا بعتها, البلس 1 اللي انا عم بعتها. لهيك هكتب ديجيتال رايت, الديجيتال رايت تاي حيكون على البن تريك لانه هو السندر, هبعت هاي. طيب قديه وقت الهاي؟ خلينا نحدد الوقت تاعها, delay مايكرو سكند 15 مايكرو سكند for example. هلا حنغيرها بعدين ونشوف شو عم يتغير على الاوسيوسكوب. حارجع ابعت ديجيتال رايت لانه انا بس لابعت البلس كهاي, برجع من بعدها ببعت البلس كلو كمان على البن تريج, وعلى البن تريج حابعت لو. هيك انا بكون بعتت هاي مدة 15 مايكرو سكند, من بعدها بعت لو وحانطر من بعدها كديلي 10 مايكرو سكند. اكيد فيني غيرهم, مش انا مجبور دل ثابت فيهم, فيني غيرهم يعني واشتغل على شيء تاني 10 مايكرو سكند. هيك انا بعتت ديجيتال رايت لو, تاكدت انه هيدا البن مطفي بعد ما انطرت 200 مايكرو سكند. رجعت بعتت ديجيتال رايت على تريج هاي, يعني بعتت سيجنال انطرت 15 مايكرو سكند. من بعدها كتبت ديجيتال رايت على البن تريج لو,
يعني بعتت to 1 ورجعت عملت 0. 0 حيطول يرجع من بعدها يعمل 1 0. هيدا الشيء حنروح نحن ونقدر نشوفه على الاوسيوسكوب بالبروتيوس. قبل خليني اعمل فايل سيف، سيفو كاردوينو 5، اعمل له سيف وخليني اعمل اكسبورت كومبايلد باينري. بهالوقت حروح على البروتيوس. بالبروتيوس حجيب الاردوينو مايكرو كنترولر، لهيك حكتب اردوينو. بعد ما اكتب اردوينو حتبين عندي الاردوينو اونو اللي معي اياها هون، حافس مرتين عليها صارت موجودة عندي باللايبرري. من بعدها حجيب شيء اسمه التراسونيك سنسر، التراسونيك سنسر. بعد الالتراسونيك سنسر حجيب فاريبل ريزيستر، وهلا بعدين نحكي عنه. فاريبل ريزيستر واختاره. اوكي طيب، حجيب الاردوينو مايكرو كنترولر اعملها روتيت، حطها هون قدامنا. حجيب الالتراسونيك سنسر اعمله روتيت، حطه هون قدامنا. حجيب البوتنشوميتر وخليه هون. حعمل زوم قدامي على الشاشة هون، وهيك فينا نكفي شغلنا. طيب اول شغلة، الالتراسونيك سنسر يمكن تكون عند البعض ما موجودة، اذا ما كان شاغل قبل بروجكت عن الالتراسونيك سنسر. لهيك حيروح على الديسكريبشن ويلاقي لينك، هيدا اللينك بالديسكريبشن حيخليه ينزل هيدا الزيب فايل يلي هو الالتراسونيك سنسر لايبرري. بعد ما يعمل له اكستراكت هير حيطلع عنده 3 فايل، حيعمل لهم كوبي لهالثلاثه فايل، يعمل لهم كوبي ويروح على البي سي. بالبي سي حيروح على السي بروجرام فايل x86، حيلاقي شيء اسمه لاب سنتر الكترونكس، بقلبه في بروتيوس 8 بروفيشنال داتا لايبرري، يعمل رايت كليك بيست هون للفايلات. اوكي انا ما حعمل ريبليس لانه موجودين عندي. تمام، هيك بيكونوا خلقت اللايبرري تبعت الالتراسونيك سنسر عنده، يعني هيدي الكومبوننت صار موجود بقلب البروتيوس. طيب ليش انا استخدمت بوتنشوميتر؟ مثل ما بنعرف بالنهايه اللي قدامنا هو سيميليشن، هيدا السيميليشن يلي قدامنا ما فيني احط انا اوبجكت قدام الالتراسونيك سنسر، لهيك خلقوا لي شيء اسمه تيست بن. هيدا التست بن الموجود هون هو بس بالسيميليشن موجود، بالحقيقه بس موجود 4 بن للالتراسونيك مثل ما شفنا على الرسمه، مثل ما حنشوف على التركيب. فلهيك انا حطيت بوتنشوميتر، حاوصل البوتنشوميتر على التست بن من خلاله كاني عم حدد انه في اوبجكت، كاني عم بعطي انه كانه في اوبجكت قدامك، بس مشان اتاكد انه عم بقرا مزبوط من الالتراسونيك سنسر، يعني هيدا الكود اللي انا عم كاتبه عم يقرا او لا، بس كرمال تيستينج. بس نحن بالهاردوير حيكون شغلنا بلا تيست بن، حيكون شغلنا عن حقيقي لانه حنحط اوبجكت قدام الالتراسونيك سنسر. طيب كيف بيشتغل بوتنشوميتر؟ مثل ما تعلمنا بوتنشوميتر 3 بن، بالنص انا عم باخذ الداتا وعلى الطرفين عم حط فولتج وعم حط جراوند. لهيك حروح على الجنريتر كدي سي واخلق هون فولتج، هيدا الفولتج حسميه بلس 5 لانه عم بعطيه انا بلس 5 فولت، وعم حط كمان جراوند بالترمينال مود جراوند وبوستو عليه هون. تمام، الشغلة التانية انه الجراوند بدي حطه على الجراوند تبع الالتراسونيك سنسر، وكمان البلس 5 فولت بدي حطه على الالتراسونيك سنسر. وهيدي حغير اسمها سميها بلس 5 بلس 5 وحاعطيها قيمة 5 فولت، حتاخد قيمتها من الاردوينو، حنشوف كيف على البورد بعدين. عندي تريجر بن حيكون على البن 13، والايكو بن حيكون على البن 12. هيك مبدئيا انا بكون وصلتهم. طيب قلنا نحن اتفقنا اني انا بدي شوف البلس اللي خلقتها على الاوسيوسكوب، بروح على الجراف اللي هون بلاقي شيء اسمه اوسيوسكوب، ححط الاوسيوسكوب واخد البن A اوصله على البن 13 لانه انا بعرف انه البن 13 هو التريجر. طيب حعمل ران حيعطينا ايرور، بعمل ران
بيطلع لي انه simulation فيه error. طيب هذا الايرور من ناتج عن الالتراسونيك سنسر، لاني انا المفروض فوت على الالتراسونيك سنسر اعمل لود لفايل الالتراسونيك. هعمل لود، هروح على البي سي بالسي بالبروجرام فايل لاب سنتر الكترونيكس بروتوس 8 بروفيشنال، من بعده هروح على الداتا على اللايبراري بقلبها في التراسونيك تاب، يعني هذا الفايل اللي انا دخلته اللي هو هيكزا ديسيمال، وهيدا الفايل دخله على قلب الالتراسونيك سنسر لحتى ما يعطيني اي ايرور. هعمل ران هلا حيبين ديمكن، تاكد انه عملنا له مزبوط. اوكي هعمل اوكي، عم يعمل ران ايرور هلا تاني. هيدا الايرور مرتبط صار بالاردوينو مايكرو كنترولر، اوكي، لاني انا ما عملت ابلود للفايل تبع البروجرام. كمان هعمل ابلود لإله اسمه الفايل اردوينو 5، بقلبه في الفايل هيكزا ديسيمال صار بقلب الاردوينو. هلا بطل عندي ايرور. بنلاحظ انه الاوسيوسكوب خلق لي البالس اللي انا خلقتها، ما انا واضحه كتير. ال1 تاعته هي 15 مايكرو سكند، اما 0 تاعته هو 200 مايكرو زائد ال 15 ال 10 مايكرو سكند. اذا بنروح على الكود هعمل ستوب، اذا بنروح على الكود بنلاحظ في عنا 200 مايكرو و10 مايكرو لاخلق انا الزيرو، وبس 15 مايكرو للهاي. طيب خلينا نلاحظ، نخلي هالفرق يبين. خلقت 2 ملي سكند كديلي، 10 مايكرو سكند كلو كمان كديلي، و15 مايكرو سكند بس لما بتكون هاي. هعمل سكتش اكسبورت كومبايل باينري، وهيدا الفايل حيبين عندي هلأ على البروتيوس. هعمل ران حشوف الفرق بوضوح. منلاحظ ال1 قيمته 15 مايكرو سكند، اما الزيرو قيمته 2 ملي سكند زائد 10 ملي مايكرو سكند. هيك انا قدرت اخلق البالس. البالس هي يا 1 يا 0، ما عندها حالة تانية. وانا بالايكو هلأ حتعلم كيف القط الهاي، كيف انطر دينتي واسمع البالس لما اجت، واحسب التايم، ومن خلال التايم مع الفيلوسيتي بقدر طلع الديستنس. طيب على اي اساس؟ اذا بروح انا على الاردوينو بدي احسب التايم، لا اكتب الفاريبل تايم. الفاريبل تايم شو بيساوي؟ حايت لفانكشن جديده اسمها بالس ان. هيدي الفانكشن بعطيها على شو انا عم بسمع، على اي بن دفعنا على البن 12 يلي اسمه ايكو. طيب هيدا البن اسمه ايكو، شو بدي اسمع؟ بدي اسمع الهاي. فكتبت الهاي كلها كابيتال، يعني انا هلا من خلال هالفانكشن الموجوده بقلب الاردوينو اسمها بالس ان، الان الاي كابيتال. ايكو بعطيها الدان اللي عم بسمع عليها، البن اللي عم بسمع عليه، وشو بدي اسمع الهاي. هو من خلالها دغري حيحسب الوقت يلي لو وصلت له الهاي ويحطه بالفاريبل تايم. صار معي الوقت، بس الوقت اللي معي هو بالمايكرو سكند. لهيك التايم تاعتي هحطها تايم اوفر مليون، لانه اذا صمتها 1000 حتصير بالملي سكند، اما اذا صمتها مليون حتصير بالمايكرو سكند، حتصير سوري بالسكند. فهلا انا صارت اليونت عندي بالسكند، اوكي، لانه كانت قبل هي بالمايكرو سكند. تمام، فهلا انا حسبت التايم وصار عندي اياه بالسكند. طيب كيف بدي احسب الديستنس؟ ديستنس انا بعرف دي ايكوال في فوا تي، الفيلوسيتي مضروبه بالتايم. بكل بساطه فيلوسيتي مضروبه بالتايم، تايم كابيتال، لانه مش مثل ما شفنا هي فانكشن، اذا بكتب سمولر تي. اوكي، فانا هلا عملت الديستنس هي فيلوسيتي مضروبه بالتايم. طيب هاي الديستنس هي ذهابا وايابا، لانه السيجنال حتروح ترجع بعد ما تضرب بالاوبجكت ترجع، لا اقدر انا شوف الوقت. بس انا على شو عملت؟ قلت الديستنس هي فيلوسيتي مضروبه بالوقت، من خلالها صرت قادر انا، من خلال هيدي الفورمولا اللي كتبتها، من خلالها صرت قادر انا طلع الديستنس تاتي كذهابا وايابا. طيب لطلعها بين الالتراسونيك سنسر والاوبجكت يلي معي، يعني تكون الديستنس ثابته بين الالتراسونيك سنسر
والأوبجكت يلي معي شو بعمل؟ بكتب distance equal distance over 2. بتكون هيدي بس للذهب، يعني المسافة بين الالتراسونيك سنسر والأوبجكت بس سنتع 2، مش روحة ورجعة، الروحة بس، يعني المسافة بيناتهم بس. لهيك أنا قسمت الديستنس على 2. طيب هون لما أنا بطلع الديستنس كانت قبل الفيلوسيتي بالمتر بير سكند والتايم بالسكند، من بعدها هيطلع اليونت بالمتر. بس أنا ما بدي أعرض بالنهاية معي سنسر، هيدا السنسر ما عنده هالخصائص الكبيرة إنه شوف الديستنس مثلا 100 متر 200 متر 20 متر. هاي الديستنس بتشوف الالتراسونيك سنسر هتشوف الديستنس 10 سنت 15 سنت 20 سنت 30 سنت، يعني بحدود معقولة، مش هالمسافة الكبيرة بتصير بتخربت، ولا المسافة الكتير صغيرة على سنتي أو نص سنتي ما هتعطيني إياها، حيعطيني إرر دغري. أوكي النسبة مانا دقيقة كتير. في المعنى في الالتراسونيك سنسر التانية بتجيب ديستنس أحسن أو الإفشنسي داتا أحسن، بس متوفرة هلأ اللي عنده إفشنسي فيها إرر شي 10% 5%. أوكي طيب لهيك انا بدي احول لسنتيمتر. طب كيف بروح من متر لسنتيمتر؟ هيني distance equal distance times 100، لاني انا بعرف اذا بدي اروح من متر لسنتيمتر بضرب بمية، ضربنا بمية خلقنا هلا distance كسنتيمتر، فمن ورا هالسطر صار عندي distance سنتيمتر. مش شباب؟ طيب شو بدي اعمل كمان؟ اتفقنا انه نحن هاي الداتا اللي عم نطلعها بدي اعرضها على السيريال مونيتور او الفيرتشوال تيرمينال. طب كيف بعرضها؟ بما انه بدي احكي مع السيريال، سيريال دوت بدي اطبع برينت. شو بدك تطبع؟ في طريقتين، فيني اطبع انا جملة target distance بالسيت اب الدالة مكتوبة وهون كل مرة تنمح ال distance، وفيني لا اكتبهم كلهم هون. the distance is between two object is. طيب اول شي بما اني بدي هالجملة تنطبع قدامي على الشاشة حطيتها بدبل كوب، تمام؟ بما انه هالجملة بدي اياها مثل ما هي على الشاشة عم حطها بدبل كوتس. انا بدي الجملة اللي شايفها هلا مثل ما هي تنطبع قدامي على الشاشة. طيب شو بدك ينطبع بعدها؟ distance، قيمة هالديستنس. بما انه بدي اطبع قيمة هستخدم serial.print. عم بدي اطبع، شو بدك تطبع؟ قيمة. قيمة شو؟ distance. فالديستنس بما انه بدي اطبع قيمتها ما حطيتها بدبل كوتس، تركتها مثل ما هي كلمة كفاريبل distance، ما حطيتها بدبل كوتس، تمام؟ لهيك كتبت فاريبل، فهيدا الفاريبل حينحط بقيمته 5 10 15 شو؟ فلازم انا احدد اليونت اخر شيء، شو هي اليونت اللي بدي تنطبع عندي. لهيك serial.print شو هي اليونت؟ اليونت بدي اياها تنطبع مثل ما هي، هي مش فاريبل، هي شيء ثابت، هحطه بدبل كوتس واكتب سنتيمتر دبل كوتس سكرها نقطه فاصله. هلا من ورا هالشيء حينطبع the distance is نقطتين، ينكتب الديستنس كفاريبل من بعدها سنتيمتر، ويكون كله عندي شغال. خلينا نتأكد هالشي على البروتيوس، من بعدها منروح على الهاردوير. هعمل سكتش export compiled binary ويروح الفايل. طيب هنعدل على الكود شوي، بس خليني أرجيكم كيف ورجع نعدل عليه. هلغي الأوسيوسكوب وجيب شيء اسمه virtual terminal. هيدا الفيرتشوال terminal اللي بيخليني أنا بدل السيريال مونيتور إذا ما معي أردوينو اشتغل على البروتيوس وكأني عم بستخدم السيريال مونيتور. هنعمل run ونشوف شو بيعطينا. the target distance is ما عم لحق شوفها وكل ليته على نفس السطر، هيدا الشيء منو مزبوط، لازم انا اشتغل سطر اي سطر لا وانطر وقت للحق شوف شو عم يصير شو عم يغير. لهيك هروح على الاردوينو. اول شيء بما انه اخر بعد ما اكتب كلمة سنتيمتر بدي انزل على سطر جديد، لازم حط الان new line، يعني بعد ما تكتب سنتيمتر انزل لي على سطر جديد، حيكتب the distance is 5 سنتيمتر، ينزل على سطر جديد. بعد ما يعمل هالشي حقله delay
ألف ملي سكند يعني 1 سكند يعني كل مرة حيطبع حينطر ثانية يرجع يطبع لي الرقم الجديد. Sketch Export Compiled Binary. هيدا الشيء حيخليني هلأ مثل ما انا شايفين على البروتوس إذا بعمل رام حيكتب الجواب 557 سنتيمتر يرجع من بعدها ينطر ثانية ليطبع لي الجواب مرة جديدة. إذا بغير أنا بالبوتنشوميتر بنلاحظ الفاليو حيتغير عندي، كل ما غير بالبوتنشوميتر حيتغير. إذا بحطه زيرو المفروض يعطيني زيرو سنتيمتر، ما بيعطي زيرو. أوكي؟ وإذا بحطه للماكسيموم كمان بيعطي أرقام. بس الفكرة هون عم نقرشي إنه كود شغال، عم يحسب ديستانس، عم يرد على السيريال مونيتور، لهلأ كله تمام. طيب هيدا الشيء منطقي؟ أكيد هون لا، لأنه عم استعمل بوتنشوميتر، ما عم حط أوبجكت قدامه. لهيك خلينا نروح كلياتنا نعمل ستوب ونروح على الهاردوير، وبالهاردوير منشوف على السيريال مونيتور شو بيعطينا. لنروح على الهاردوير، أول خطوة حعملها هأوصل أنا الأردوينو. طيب مثل ما كنتم لاحظين، مثل ما قلنا الالتراسونيك سنسر عنده أربع بن. هل الأربع بن هن الـ VCC تريج إيكو وجراوند. أربع بن، ما في شيء اسمه تيست بن مثل البروتيوس، لأنه هون الأوبجكت فيني حطه إيدي أو أي أوبجكت تاني. هون منو سيميليشن، هون الهاردوير، هون التطبيق الحقيقي. لهيك حوصل أنا الالتراسونيك. الالتراسونيك انوصلت بتبلش جراوند إيكو تريج VCC. لهيك حوصل أول بن على الجراوند. أول بن بالالتراسونيك سنسر هيكون موصول على الجراوند، فحاعتبر أنا هون عندي هيدا الخط الوراني اللي هون كلياته هو جراوند، هأوصل لهون. من بعد عندي إيكو، أنا عرفت إنه الإيكو بن موصول على البن 12، لهيك هأوصل الإيكو وأوصله على البن 12 بالأردوينو. حجيب التريج بن هأوصله على البن 13، وحجيب الـ VCC بلس 5 فولت أوصلها لهون. هلأ هقول الأردوينو حطلع منها في 5 فولت، فهي الأردوينو فيها 5 فولت، هأوصلها على أول اللاينز لهون، وحجيب جراوند فيني حطها محل ما بدي وأوصلها على جراوند بالأردوينو. هيك صار عندي VCC وGround، يعني هون ال VCC وهون الGround. وصلت الGround تبع الالتراسونيك سنسر على الGround، الإيكو على البن 12، تريجر على البن 13، والVCC على 5 فولت تبعت الأردوينو نفسه. هلأ صار فيني أعمل أبلود للكود. هعمل أبلود للكود، وبعد ما أعمل أبلود للكود هأفتح السيريال مونيتور. مثل ما نكون شايفين السيريال مونيتر مفتوحة قدامي، عم يكتب لي the distance is. إذا بحط إيدي حتتغير the distance، إذا برجع إيدي خليني رجع شوي، إذا برجع إيدي حتتغير the distance، كبرت مثل ما نكون ملاحظين. بقربها حتفرق عندي، كل ما قربها أكتر حتفرق، بقربها أكتر حتفرق. طب خليني قربها على الزيرو، ملاحظ خربطت، لأنه إذا كانت المسافة كتير صغيرة أصغر من 2 أو 3 سنتيمتر هتخربت عندي. تمام؟ طالما المسافة أكبر من 2 أو 3 سنتيمتر بيمشي الحال، يعني أكثر من 4 سنتيمتر عم تعطيني جواب ماشي حالة تمام. بس لأنا كبر كتير أو صغر كتير المسافة بيبلش الالتراسونيك سنسر تعطيني أرقام عشوائية. هيك أنا بكون اشتغلت كالتراسونيك سنسر. هذا اللي انا عملته هون بس كالتراسونيك سنسر. طيب هيدا الشيء بالنهايه انا لما عم اشتغل بروجكت بدي هذا الفاليو نعرض قدامي على الشاشه، يعني انا بجيب ال سي دي واعرض هيدا الفاليو. لهيك خلينا نروح على البروتيوس ونزيد شيء اسمه ال سي دي انستد اوف فيرتشوال تيرمينال. طيب لجيب ال سي دي حروح على اللايبرري كومبوننت مود واكتب ال سي دي. LCD اللي عندي حتكون LM016L 16x2. القصد فيها يا شباب انه انا هيدي 16x2 هيدي LCD حيكون بقلبها 16 حرف، كل سطر 16 حرف وهي سطرين، 16 column و2 row.
16 حرف فيني اكتب على كل سطر، عنده سطرين. في اكيد كذا نوع LCD، في 20 باي 4 16 باي 32 باي 4 32 باي 2، في كتير انواع، بس هاي المتوفره معنا هي 16 باي 2 واكثر شيء بنستخدمها. طيب شو بيعني كل بن؟ ال VSS يعني انا بدي اوصلها على 5 فولت، ال VDD بدي اوصلها على الجراوند، ال VEE بدي اوصلها على بوتنشوميتر، هنحكي عنه بالهاردوير لانه انا من خلال البوتنشوميتر فيني غير الكونتراست تبعتها، يعني فيني خلي تبين الاحرف او لا وغير فيها، وحنشوفها بال I2C يعني لما نشتغل على LCD I2C اللي هي انتر انتجريتد سيركت يلي بدلها ال 16 بن عندها 4 بن، بس هنشتغل عليها حارجيكم لما منغير بالبوتنشوميتر شو بيصير عنا. مهم عنا VSS موصول على 5 فولت، VDD على ground، VEE على بوتنشوميتر يعني على الداتا تبع البوتنشوميتر، على النص تبع البوتنشوميتر، لأن الطرفين تبع البوتنشوميتر واحد منه 5 فولت واحد منه ground. عنا ال RS register select موصول على البن 11، هنوصله موصول على البن 11. وعندي read or write، اول شيء register select هو بن بيحدد انه انت هلا بدك تكتب كاركتر ولا بتعمل instruction ولا شو. هيدا الشيء حيكون من خلال الاردوينو، يعني هي لوحده من الكود تاعي حتفهم انه انا هلا عم بعمل instruction، عم بكتب كاركتر مثل دولار او برسنتج او شيء، شو عم بعمل؟ هي لحالها بتقلب تبعت 0 or 1. read or write حسب انا بدي اقرا من ال LCD او بدي اكتب بقلبها. هلا نحن حنكتب بقلبها، حنكتب بقلبها the target is او the distance is هيدي distance سنتيمتر، يعني حنكتب شيء، لهيك هيدي بتكون موصوله على الجراوند يعني 0. بس لينبعت لها 0 يعني انت رايت، بس لينبعت لها 1 يعني بلس 5 فولت يعني انت عم تقري ريد. لهيك حروح على التيرمينال مود وجيب جراوند ووصلوا عليا. من بعدها عنا الانيبل، الانيبل حاوصله انا على البن 10، عندي من الدي 4 حاوصله على البن 9، عندي الدي 5 حاوصله على البن 8، عندي الدي 6 حاوصله على البن 7، وعندي اكيد الدي 7 حاوصله على البن 6. طيب هيك انا بكون وصلت ال LCD. طيب ليه وصلت 4 بس داتا بن ما 8؟ عندي 2 مود او حلين لالي، يا بوصل 8 بن تاعون الداتا وببعث الداتا ك 8 بت، يا اما بوصل 4 وببعث الداتا ك 4 بت. اوكي، فانا عندي حلين، اكيد حوصل على 4 وببعث الداتا على 4 بن مشان كمان وفر توصيلات بالاردوينو. اصلا لهيك انا رحت على الاي تو سي لوفر قصه توصيلات اكثر بالاردوينو. اوكي، يعني بدل ما يكون عندي 16 بنز وصلهم ك في سي سي وك جراوند وك بوتنشوميتر ك اردوينو، لا خليني وفر واوصل بس 4 بن، واحد في سي سي واحد جراوند واثنين بس على الاردوينو، واقدر اكتب على ال سي دي. هذا اللي حنشوفه كهاردوير، بس كسوفتوير حنشتغل على ال سي دي 16 باي 2. طيب خليني اروح انا على البروتيوس لاتعامل مع ال سي دي. اول خطوه لازم دخل اللايبرري تبعت ال سي دي، اذا اللايبرري تبعت ال سي دي ما انا موجوده ما في شيء حيشتغل عندي. طيب كيف بدخل اللايبرري؟ على اي اساس؟ دياز انكلود، بس لأكتب دياز انكلود يعني انا بدي ادخل شيء لايبراري على قرب الاردوينو اي دي. شو هي هاللايبراري؟ ال سي دي او ليكويد كريستال دوت اتش، ليكويد كريستال. طيب هيدي اللايبراري هي اللي بتخليني انا اتعامل مع ال سي دي، هيدي اللايبراري بتخليني اتعامل مع ال LCD. Library Liquid Crystal بتخليني اتعامل مع ال LCD. ماشي؟ فأنا أول شغلة مجبور أعملها أكتب Liquid Crystal. بعد ما أكتب Liquid Crystal بدي أخلق الـ Object تبع ال LCD. شو هو الـ Object يلي عم يعيط للـ Functions؟ كيف كنا هون عم استخدم Serial تعيط لي للـ Functions تاعونا؟ هلا بدي أخلق أنا Object. هيدا الـ Object يعيط للـ
الفانكشنز الموجودين بقلب اللايبراري ليكويد كريستال لقدر استعملهم. طب كيف بخلقه؟ بكتب ليكويد كريستال حسميه البدية حسميه LCD، واول شغلة بعملها برقم له البن. البن هرقمهم 11 10 9 8 7 6، هعمل space بيناتهم افضل. طيب ليش انا سميتهم هيك؟ لانه اذا بتلاحظوا التوصيلات اللي وصلناهم بالبروتيوس 9 11 10 9 8 7 6، تمام؟ نفس التوصيلات اللي وصلناهم من الار اس اي دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 نفسهم هن زيتهم بكتبهم هنيك. يعني كان فيني انا غيرهم توصيلاتهم بالبروتيوس وغير اسمائهم هون، بس بما انه هيك وصلتهم بالبروتيوس بنفس الترتيب بكتبهم، بنفس الترتيب لازم يكونوا موجودين عند الاثنين، تمام؟ هيدا الشيء لازم اتاكد منه انه نفس الترتيب موجود عند الاثنين. من بعدها هروح على السيت اب. طيب انا بالسيت اب لازم فهمه على اي LCD عم بشتغل. طيب اوكي انت عم تشتغل LCD بس اي وحده؟ ما بيعرف، فانا لازم اقول له LCD اللي عم بشتغل عليا هي 16x2. كيف بكتبها؟ LCD.begin16x2. فهلأ من وراء هيدا السطر اللي انا كتبته هلأ فهم انه ال LCD اللي انا عم بشتغل عليها هي 16x2، تمام؟ فهلأ انا فهمته انه ال LCD اللي انا عم بشتغل عليها هي 16x2، 16 كولم 2 رو. طيب شو بدي اعمل بال LCD؟ نحن كنا هون يا شباب عم نكتب بالسيريال مونيتور، هلأ انا عم بدي اكتب بال LCD. هحط سلاش وضرب وانزل لهون، حط ضرب سلاش. كان فيني على كل سطر منهم انا حط 2 سلاش فبيحولوا لكومن، اما هلا لما بحط سلاش ضرب وبسكرها بضرب سلاش بيكون كل شيء بيناتهم هو كومنت. يعني هلا كل شيء بيناتهم ما حيقرا الاردوينو اي دي، لاني انا هلا ما عم بتعامل مع السيريال مونيتور، انا بدي اتعامل مع ال LCD. طب كيف بكتب ال LCD؟ اول خطوه لازم اعملها LCD.setCursor. ليش set cursor؟ ليش كتبت هيدي الفانكشن؟ اول شيء لازم اقول له وين بيأشر البداية تبعت الكتابة تاتي. يعني انا فيني اقول له بلش لي كتابة من 00، يعني من اول كولم واول رو 00، او اقول له دغري بلش لي من السطر الثاني، او اقول له بلش لي من الحرف الرابع. فيني حدد البداية امتى ما بدي. يعني على بروتيوس فيني اقول له بلش من هون او بلش من هون، او بلش من تاني سطر من هالمنطقة، او بلش من اوله او بلش من اخره. انا حر حدد له من اي محل بدي بلش. لحدد هالشي لازم استخدم function اسمها set cursor. من بعدها بدي اكتب على LCD. كيف بكتب على LCD؟ LCD الobject اللي انا خلقته فوق dot print. شو بدي اكتب عليه؟ بدي اكتب عليه the target او the distance is نقطتين نفس الطريقة LCD dot print distance LCD dot print بدل distance هكتب سنتيمتر. سكر الكود، سكر، هعمل space، حط نقطة فاصلة. هلا أنا بهالكود قلت له للكرسر كون على 00، اكتب لي the distance is print distance print centimeter، ومن بعدها حقول له delay 1 second. هعمل upload لهيدا الكود. أو هلا نحن ما عم نتعامل مع الأردوينو، حلنا حنتعاور مع البروتيوس، من بعدين حنغير شوي قصة بالكود، من بعدها نتعامل مع الأردوينو. فعمل export compiled binary، لأنه من بعدها حنغير قصة شوي بالكود لنشتغل مع I2C LCD. هروح على البروتيوس وأعمل run ونشوف شو بيطلع معنا. the distance is ما عم يعرض لي الجواب.
خدها كلها. هعرض الديستنس على السطر اللي بعده، لهيك هروح على البروتيوس واعرض هون set sorry lcd dot set cursor، هحطه على 0.1 ويعرض لي هو الديستنس وسنتيمتر نقطة فاصلة sketch export compiled binary، هيعرض لي الديستنس على السطر اللي بعده. هروح لهون بالبروتيوس هعمل stop، ارجع اعمل run للكود، عرض لي الديستنس. وهلا اذا بروح بغير بالبوتنشوميتر نلاحظ انه الجواب عندي عم يتغير لاني انا غيرت بالبوتنشوميتر. اذا طلعوا لفوق على الاخير اكيد عم ياخذ ديلي لانه بده انه مثل ما قلنا 1 سكند من بعدها بيعرض لي الجواب. فهيك انا بكون تحكمت بال سي دي، قدرت اكتبها بال سي دي واشتغلت فيها. طيب هي ال سي دي قلنا الى 16 بن، توصيلاتها معقدة شوي انه بدها شوية وقت، اشتغلت ما اشتغلت، هيدا البن منزوح هيدا لا، تخلق مشاكل. طيب انا بالمقابل بنفس السعر تبع ال LCD بقدر جيب LCD تانية اسمها I2C LCD Inter Integrated Circuit. هيدا ال LCD خلقوا عليها سيركت صغيرة وراها، انا بدل ما اكتب داتا واشتغل فيها ك16 بن وتعذب فيها، عندي بس 4 بن بقدر من خلالهم برمج ال LCD نفسها، نفس الوظائف نفس كل شيء بلا بوتنشوميتر لانه بيلد ان بقلبه. فهينت علي كتير شغل. طيب هيدا الشيء حنعمله نحن بالاردوينو اي دي اي، حركبها قدامكم. طيب كيف بنعمله بالاردوينو اي دي اي؟ لنبلش اول شيء قلنا اسم هيدي الليكويد كريستال بس اي تو سي، لهيك بنعمل اندرسكور اي تو سي. وعندها لايبراري تانية، هاي اللايبراري لتدخل عندي دياز انكلود، بدي ادخل لايبرري. شو هي هاللايبرري؟ واير دوت اتش. ليش واير دوت اتش؟ هاي اللايبرري مشان اقدر اشتغل كاي تو سي، يعني لا اقدر افهمهم انه هلا انا عم بشتغل انتر انتجريتد سيركت، دخل فانكشن او لايبرري اسمها واير دوت اتش. واير دوت اتش من بعدها دخلنا الليكويد كريستال اي تو سي دوت اتش، وكان قبل عنا هون بس مشان اذا حدا ما لحق كتب دياز انكلود ليكويد كريستال دوت اتش، هيدي كان عنا اياها قبل. تمام عملت لهم انا ككومنت، حولتهم ككومنت. طيب هلا بدي اخلق الاوبجكت يلي انا بتعامل معه، الاوبجكت يلي حاشتغل فيه. كيف بخلق الاوبجكت؟ هعمل ليكويد مثل قبل ليكويد كريستال، بس هالمره مثل ما حكينا اندرسكور اي تو سي. من بعد ما اخلق ليكويد كريستال اي تو سي بدي اعطيها الاسم ال سي دي ايكوال، سميتها نفس الاسم مشان ما غير تحب الفانكشن. لاحظوا ان هن نفس الشيء، يعني ما في هالفرق الكبير، في اشياء اساسيه لازم غيرها من بعد الكود حيكون نفسه. LCD liquid crystal underscore I2C، من بعدها حافتح بارانتيز وسكرها نقطة فاصلة. طيب شو بدي اكتب بقلبها؟ شو بدي اشتغل هون؟ هون بدي احط الادرس تبع هيدي ال I2C اللي انا عم اشتغل فيها، الادرس تاعها. من بعد ما احط الادرس شو بدي اعمل؟ بدي ادخل اللايبراري تبعتها، لانه اللايبراري ما انا موجوده بقلب الاردوينو، انا بدي ادخلها. كمان بدي احط ال LCD اللي معي هي 16 باي 2 ولا 20 باي 4 ولا شو نوعها، لازم حدد نوعها. فاول شيء حيكون ادرس، هلا حنتعلم كيف. ثاني شيء حيكون 16 لانه اللي معنا اياها 16 باي 2. طيب كيف انا بحدد نوعها؟ على اي اساس او على اي اساس بحدد الادرس تاعها؟ لحدد الادرس تاعها هروح على كود جديد، هيدا الكود اسمه LCD I2C setup. هيدا الكود هعمل له ابلود عندي، وبعد ما اعمل له ابلود هقدر شغل او اعرف الادرس تبع هيدي ال I2C LCD. لهيك هروح على الهاردوير هركبها، بعد ما ركبها
هعمل ابلود، هعرف الادرس، عدل عليا ومن بعدها بنشوفها. طيب اذا بروح انا على الهاردوير بلاحظ انه هيدي ال سي دي الى 16 بن، هي ال سي دي 16 بن مثل ما انا ملاحظين هون وهي اسمائهم. طيب بدل ما يكون عندي ال سي دي 16 بن استغنيت عنها وجبت ال سي دي تاني هي اي تو سي 16 بن تاعونا نفسهم التاعون قبل، هل ال 16 بن حبدل عنهم واستخدم الانتر انتجريتد سيركت. هيدي الانتر انتجريتد سيركت بدل ما يكون عندي انا 16 بن هيكون عندي بس 4 بن، وفي عندي بيلد ان بوتنشوميتر حنغير الفاليو تاعه ونشوف شو بيصير. 4 بن قادرين يغنوني عن 16 بن اللي كانوا عندي قبل وبلا سيركت زياده. طيب كيف بوصلهم؟ بجيب الفي سي سي، شريط الفي سي سي اللي هو موجود هون، في سي سي اللي هو الفايف فولت. فهيدا الفي سي سي اللي موجود هون قدامي هاوصله على الفايف فولت. هجيب شريط تاني اللي هو الجراوند، هاوصله انا كجراوند، والجراوند عندي موجود هون مثل ما انكم شايفين. هيدا الجراوند هاوصله على الجراوند بالبورد. وصلنا على الجراوند بالبورد، منلاحظ ضوت، يعني ضوت الشاشة عندي اشتغلت، بيّن عندي مربعات. إذا بجيب أنا المفرق وبغير بالبوتنشوميتر لاحظ أن المربعات اختفوا. إذا بغير برجع فيه بردو لاحظ أن المربعات بيّنوا. يعني أنا هيدا البوتنشوميتر هو حيغير لي اللي عم يبين قدامي على الشاشة، بخفيهم أو بقربهم وحنشوف بس نعرض الداتا. ده اللي عندي 2 بن اللي هن الـ SDA والـ SCL. الـ SDA والـ SCL إذا منروح عندي على اللابتوب، منروح على اللابتوب منلاحظ إنه الـ SCL موصول على الـ A4 على الـ A5 سوري، والـ SDA موصول على الـ A4. لهيك أنا بالهاردوير عندي حأجي اوصل ال SDA مثل ما مبين عندي ال SDA على A4، هروح على الاردوينو واوصله على ال A4. اما البن الثاني يلي هو ال SCL منلاحظ موصول على ال A5، فهاوصله على ال A5. بجي على الاردوينو A5 انالوج بن 5. هيك انا خلصت توصيلات ال LCD. طيب شو بدي اعمل؟ انا اللي علي اعمله هلا اني اعرف الادرس تبع هيدي ال LCD. لهيك حروح على الكود يلي كمان حيكون موجود بالدسكريبشن. هيدا الكود حيكون موجود بالدسكريبشن، بتنزلوه وبتعملوا له ابلود. حينعمل له ابلود على الاردوينو اونو. هفتح السيريال مونيتور وبالسيريال مونيتور حيبين عندي الادرس تبع هيدي ال LCD اللي هي انتر انتجريتد سيركت LCD ليكويد كريستر اندرسكور I2C. الكود انعمل له ابلود، حيقرا الادرس تاعه، قال لي الادرس هو 0x3f. تمام، الادرس تاعه هو 0x3f. حروح على الكود تاعي بدل الادرس حاكتب 0x3f. حطيت الادرس، حطيت انه ال LCD اللي معي هي 16x2. هلا خليني برمج ال LCD او اسا حط السيت اب تاعها، وبعد ما حط السيت اب تاعها حنروح على الهاردوير ونشوف شو بصير معنا. ال LCD.begin موجوده كانت قبل، هلا في فانكشن جديد لهيدي ال LCD. الفانكشن الجديد هن LCD لانه انا سميتها نفس الاسم كاوبجكت دوت init. LCD.init كأنه عم بعمل initialization لألا، كأني عم برمج الأساس تاعها، برمج الأساس تاعها ومن بعدها اشتغلي. من بعدها كمان في عندي function تانية اسمها LCD.backlight. backlight كمان هول function اثنين أساسيين لأقدر أنا بلش اشتغل فيها. backlight كأني عم ضوي ال LCD
من بعدها تشتغل. تمام؟ هيك انا بكون بدل LCD began، البيجان كأنه كان بالبداية لما خلقت الأوبجكت تبع هالLCD. ملاحظ أنا لما خلقت الأوبجكت تاع دغري أعطيتهم الأدرس وأعطيتهم إن هي 16x2، برجع لهون بقلب السيت أب أنا قلت لهم إنه هيدي الLCD اللي معي في عندها فانكشن اسمها init، وهي الLCD اللي معي عندها فانكشن تانية اسمها backlight. هولي حيجهزوا لي الLCD لتقدر تشتغل معي. حعمل أبلود للكود وحنشوف قدامنا بالLCD انه هالفاليو حينعرضه قدامنا بعد ما يخلص الابلود. طيب بنلاحظ هلا انه الفاليو حينعرضه قدامنا، بس هاي الفاليو معن مربعات منهم باينين مزبوط، لهيك حجيب المفرق، بالمفرق حنغير القيمه تبعت الفاريبل ريزيستر. بنلاحظ بينوا عندي بشكل كتير واضح، بينوا عندي بشكل كتير واضح ديستنس. بغير بحط ايدي هيعرض لي ديستنس جديدة، بقربها هتصغر الديستنس، بقربها هتصغر الديستنس، بعدها أكتر هتكبر الديستنس بيناتهم. فأنا هلأ عندي LCD بتشتغل بأربع بين بس لأنه I2C Inter Integrated Circuit. عندي Ultrasonic Sensor عم بقرأ الداتا من Ultrasonic Sensor وعم بقدر أعرضها على LCD قدامي. هيك بنكون نحن تعلمنا كيف نقدر نتحكم بالUltrasonic Sensor، كيف نقدر ان LCD نعرض على LCD العادية اللي هي 16x2، وكيف نقدر نعرض على الالتراسونيك سنسر الداتا تبعت الالتراسونيك سنسر على LCD I2C. هذا الكود تاعنا بيكون خلص لهلا، بس ضل علي اشرح لكم كيف نحن نقدر نتحكم بموتور. اللي حنقدر نتحكم بموتور انا اللي علي اعمله اني اقدر اتحكم ب LED. اللي بيتحكم ب LED كانه قدر اتحكم بموتور. لهيك خليني انا برمج اتحكم بالED ومن بعدها كاني انا تحكمت بموتور. لهذا اللي انتم حتعملوه انكم تقدروا تتحكموا بموتورز او باي كومبوننت بدنا نكون. لهيك هخلق اف، اف ديستنس اكبر من 6، اذا الديستنس اللي عندي اياها اكبر من 6 اللي بدي يصير ديجيتال رايت. حاكتب على البن LED او على البن 6 اذا بدكن، على البن 6 او اي بن بدكن اياه. فينا نسميه كفاريبل، فينا نسميه كونستنت 6، يعني نعطي دغري رقم البن لانه هلا هذا بس اكزامبل، بس بالعادي اذا بدنا نشتغل على بروجكت نسميه كفاريبل. بركة اضطرنا نغير، حاكتب له هاي. من بعدها هعمل ديلي 2 سكند، بعد ما اعمل له delay 2 second حكتب digital write على pin 6 low كلها capital. هيك انا بكون ضويت، يعني لما بلقط انه distance اكبر من 6 بعد ما يكتب distance بعد ما يكتب كل شيء هيعمل digital write high يضوي على pin 6، من بعدها حينطر ثانيتين، من بعدها حيعمل digital write ويطفيها. حعمل upload للكود اللي هلا حعمله. هاوصل pin 6 تبع الاردوينو اونو عندي هون، هاوصل البلو LED اللي هي عندها اجرتين، اجر بوزيتيف واجر نيجاتيف. الاجر الطويله هي البوزيتيف، هاوصلها على الاجر تبعت البن 6. من بعدها حجيب ريزيستر قيمته 220 اوم، هيدا الريزيستر حطه سيريز مع LED. حجيب من بعدها الاجر التاني من الريزيستر يخدها على الجراوند تبع هيدي السيركت. هلا ملاحظ اذا الديستنس عندي اكبر من 6 مثل ما ملاحظين حتضوي. طب اذا كانت اصغر من 6 ملاحظ ما حتضوي ابدا. طب خليني اشيل ايدي وتكون اكبر من 6، حتضوي ثانيتين من بعدها تطفي، تضوي ثانيتين من بعدها تطفي. اما اذا كانت اصغر من 6 هلا حلاحظ مش هتضوي ابدا. اللي يقدر يتحكم بالED اكيد قادر يتحكم بموتور او باي كومبوننت تاني. لهيك فيكن تطبقوا نفس الكود، بس بدل ما يكون عندكم LED يكون عندكم موتور على البروتيوس. لتقدروا تخلقوا موتور على البروتيوس تكتبوا كلمة موتور بيطلع لكم موتور، وبتقدروا تشوفوا السيركت تاتو على الانترنت او دايركتلي بتوصلوا وتتحكموا بموتور. تمام؟
بتمنى اللي شاف الفيديو للأخير يعمل سبسكرايب وشير للشانل ويعمل شير للفيديو ويفعل زر التنبيهات ليوصله الفيديو أول ما ننزله. Thank you.